أهلا بيكم وفيلم جديد. فيلمنا بيبدأ مع واحد اسمه دايجو، بعد إصابته في الحرب بيروح يفتح معبد عشان يتكلم مع 48 شيطان موجودين هناك. دايجو بيقول للشياطين إن والده وأخواته اتقتلوا في الحرب مع مملكة كانياما، وإنه خايف إنهم يقضوا على عشيرته كلها، عشان كده بيتوسل ليهم إنهم يدوا قوة عشان يقدر يهزم أعدائه وكمان يسيطر على العالم مقابل أي حاجة هم عايزينها. فجأة رد عليه فار كان بيموت على الأرض، قال له إن لازم يسلم ابنه اللي لسه ما اتولدش. دايجو وافق وقال للشياطين يقسموا جسم ابنه ويوزعوه على نفسهم. أصيل يا ابن الدايخة. فجأة الشياطين بتضرب دايجو بالبرق عشان تنحي الدليل موافقتهم على جبهته. أمال لو رفضتم كنت عملتوا فيه ايه؟ كان في كاهن هناك حذر دايجو من اللي بيعمله وقال له انه هيندم قوي على الاتفاق ده، وافتكر اني قلتلك بلاش. دايجو عمل ايه بقى؟ قام قتل الكاهن وهو بيأكد لنفسه انه مش هيحس بأي ندم. وبعد 20 سنة من الاتفاق بيظهر راجل ماشي في الصحراء. الراجل ده اسمه هيكامارو، وبيقرب من المدينة لغاية ما بيوصل لبارو وبيقعد فيه. هيكامارو ده يبقى ابن دايجو اللي ضحى بيه للشياطين. رجع ازاي؟ هنعرف قدام شوية. يجيله واحد بيعرض عليه يقرا له الكف. الراجل اللي بيقرا الكف اتصدم لما شاف ايد هيكامارو، لانه المفروض يكون مات من زمان. بعدها هيكامارو بيقوم فجأة ويقرب من المسرح لما بيشوف واحدة بترقص ولابسة قناع على وشها. بيجي واحد يضربه بالسيف، بس هيكامارو بيسده بإيده. الغريب انه ما بيتعورش ولا بينزل نقطة دم واحدة. بعد كده الراجل بيشد السيف وبتتفصل ايد هيكامارو، وبيظهر ان تحتها سيف تاني. هيكامارو بيضربه بيها ويبدأ يهاجم الست اللي على المسرح ويشيل القناع من على وشها، وبيتفاجئ انها مش بشر. بعد شوية الست دي بتتحول لشيطان كابوريا وبتهاجم هيكامارو، بس بيقدر يهرب من مقصاتها بمهارات عالية ويستخبى ورا الترابيزة، بس الكابوريا بيغرز مقصاته في الخشب وبتطلع من صدره. مفيش ثواني هيكامارو بيصحى وبيخف من اصابته تماما. الوقت ده بتدخل واحده حراميه البار عشان تستخبى من اللي بيجري وراها. لما بتبص حواليها بتفتكر نفسها في اهدى مكان في العالم، بس فجاه بتشوف هيكامارو وهو بيهجم على الشيطان وبيقطع راسه. بعد شويه واحد جه يمسك الحراميه، بس بيتصدم لما بيشوف هيكامارو يرجع يركب دراعه تاني عشان يغطي السيف، وبعدها بيقع على الارض ويتلهو من كتر الوجع. رجله اليمين بتنفصل عن جسمه، بس بتبدا تطلع مكانها واحده تانيه. على طول الحرامية والراجل اللي بيجروا وراها بيترعبوا وبيجروا بسرعة عشان يهربوا من هيكامارو. الراجل بيقول لها ان في اشاعة ان جه راجل من جبل اسمه ريد راسل اللي عايش فيه وحش بياكل البشر، وان الناس بدأوا يشكوا ان الراجل ده هو هيكامارو لانه خرج من الجبل عايش. بعد كده الحرامية شافت هيكامارو بيتكلم مع بيبا. بيبا ده يبقى واحد رحالة بيروي القصص. لما هيكامارو مشي الحرامية سألت بيبا لو كان هيكامارو وحش زي ما بيقولوا. بيبا بيقول لها انا هقولك على سر محدش يعرفه. كان في ساحر لقى هيكامارو في سبت على حافة النهر لما كان لسه طفل رضيع، بس لقى ان الطفل ده فيه اجزاء كتير من جسمه مش موجودة، عشان كده الساحر قرر ياخده ويكمل جسمه. جمع الاجزاء المفقودة دي من الاطفال اللي ماتوا في الحرب. الساحر بدأ لانه قدر يركب قلبه وخلاه ينبض بشرارة من الكهرباء، وواحدة واحدة ربط اجزاء تانية من جسم الطفل. بعد كده رمى عليه تعويذة علشان تساعده يتحمل الجسم الجديد. لما بيبا زار بيت الساحر لقى الشياطين بيحوموا حوالين جسم الطفل، عشان كده بيبا طلع سيف وقال للساحر ان السيف ده اتعمل عشان يقتل الشياطين اللي هاجمت على القرية قبل كده، وكمان قال ان السيف مختوم بنت امل حداد لان الشياطين قتلوا زوجته وابنه. بيبا ادى السيف للساحر وقال له انه كان مقدر ان يكون في ايد الطفل ده لما يكبر. عدت سنة ورا التانية، الساحر ركب سكينة في كل دراع من دراعات الولد، بس قال له ان لازم يستنى لما يكبر علشان يركب له سيف الانتقام في دراعه الشمال. مع الوقت الساحر كان بيدرب هيكامارو عشان يقدر يدافع عن نفسه، رغم ان هيكامارو ما كانش لا بيشوف ولا بيسمع، بس كان بيحس بكل حاجه حوالين منه. هيكامارو كبر وبقى شاب طويل عريض. كان فاكر ان الساحر هو والده، وفي يوم لقاه على الارض وشكله بيموت. هيكامارو عرض على الساحر ان يعالجه بفنون الشفاء اللي اتعلمها، بس الساحر امره انه يحرق البيت كله بكتب التعويذ كمان، لانه مش عايز امراء الحرب يبقى عندهم اي معرفة ازاي يبقوا خالدين. بعد ما الساحر ربط سيف الانتقام في دراع هيكامارو اعترف له انه مش والده الحقيقي ومات. وبعد كده هيكامارو عمل اللي الساحر امره بيه وحرق البيت كله. لما كان هيكامارو خلاص هيمشي سمع صوت بيقول له ان اجزاء جسمه توزعت على 48 شيطان كانوا بيستخدموها عشان يلعبوا الناس. بعدها الصوت الغامض ده قال له انه لو عايز يرجع جسمه زي ما كان لازم يموت الشياطين ال 48 بالسيف اللي في دراعه، وكل شيطان هيموته هيرجع جزء من جسمه. بيبا بيقول الحراميه ان هيكامارو كان قتل شيطانه الثالث لما تقابله في المره الثانيه. الحراميه بتبقى مهتمه بسيف هيكامارو
وعايزة تاخده. لما عرفت ان دراعه الشمال هيرجع مرة تانية لما يقتل الشيطان اللي سرقه، بدأت تراقب هي كماره في السر، بس هو حس على طول بوجودها، عشان كده قررت تخرج قدامه رغم ان الحرامية كانت بتظهر انها راجل. هي كماره بيقفشها وبيعرف انها ست. لما هي كماره بيسألها عن اسمها بتقوله ان لصوص المحترفين ملهمش اسامي علشان ما تقبضش عليهم بسهولة، وبتسأله انت اسمك ايه؟ هي كماره بيقول لها ان طلع عليه اسامي كتير ومنها اسمه درورو. الحرامية حبت الاسم علشان كده طلبت من هيكمارو انه يقول لها درورو من هنا ورايح. هيكمارو قال لها بطلي تبقي لازقه كده وما تفضليش ماشيه ورايا، بس درورو قالت له انها مهتمه بالسيف اللي معاه، وقالت له انها ناويه تسرقه لما يقع من دراعه. بعدها بيقعدوا يستريحوا هما الاثنين جنب النهر، بيقرب منهم طفل شكله مرعب. هيكمارو بيسحب سيفه بسرعه، بس بعدها بيعرف ان الطفل ما بيشكلش اي خطر عليهم. لما الطفل بينادي على والدته، هيكمارو بياخد الطفل الضخم ووصله عند المعبد القديم، وبيقول لهم انه مصنوع من حوالي 20 روح من الاطفال اللي ماتوا لما المعبد اتحرق. لما البنت قدمت نفسها للطفل وبتقول له اسمه درورو، هيكمارو قال لها انت مالك فرحانه بنفسك او كده ليه؟ اسم درورو ده معنى الوحش الصغير، وكمان بيستخدموه عشان ينادوا به المخلوقات الغريبه اللي بتشبه البشر. بعد شويه درورو وهيكمارو لقوا اتنين متجوزين واقفين بيقدموا اكل وبيصلوا عشان الاطفال. لما بيعرفوا ان المعبد بيتخلى فيه عن الناس عن اطفالهم، بتزعق فيهم درورو وبتقول لهم مستحيل تكونوا بشر، مفيش حد يقدر يعمل كده في اولاده. الزوجين بيقولوا لهم انهم عايشين حياة تعيسة بسبب طغاة ما بيرحموش زي مملكة كانياما، ومش بس كده، ده جه دلوقتي دايجو بقى اسوأ من الكل، عشان كده ما كانش في حل قدامهم غير انهم يتخلوا عن اطفالهم. درورو بتقول لهم ان قريتها كلها اتحرقت في الحرب، بس اهلها فضلوا مقاومين لحد ما ماتوا. لما درورو وكمارو بيمشوا من المعبد بيقابلوا راجل بيعرض عليهم انهم يرتاحوا عنده في البيت مقابل انهم يحكوا له على حكايتهم. ولما بيوصلوا بترحب بيهم زوجة الراجل وسبع بنات التوأم شبه بعض بالظبط. واحدة من البنات بتطلب منهم يسلموا اسلحتهم، هيكمارو بيديهم السيف اللي شايله على وسطه. بعدها بيقعدوا مع سابامي وبيقول لهم ان المعبد اتحرق كله بعد البرق ما ضربه في ايام قليله. سابامي كان حزين وهو بيحكي عن الاطفال اللي اتقتلوا في الحرب. لما هيكمارو ودرورو بيناموا، البنات السبعه كانوا قاعدين بيخططوا انهم يقتلوهم وياكلوهم هما الاثنين في نفس الوقت. بعد شويه البنات بيتحولوا ليرقات عملاقه وبيمشوا ناحيه الغرفه. لما فتحوا الباب لقوا درورو نايمه على الارض، اتلموا حواليها كلهم. بس فجاه هيكمارو بينط من السقف يضربهم كلهم بالسيف اللي في دراعه. فجاه بيظهر الطفل الضخم وبيشاور له على غرفه تانية. لما دخلوها لقوا ممر بيوصل لنفق تحت الارض ويودي الغرفه مليانه بعظم الاطفال اللي ماتوا. وفي غرفه تانية لقوا فيها بيض وحوش كتير. فضلوا يدوروا شويه لحد ما لقوا ممر بيرجعهم للمعبد اللي اتحرق. هنا استوعبوا ان ده المكان اللي كان بيتغذى فيه الشيطان، واستنتجوا ان الزوجه اتنكرت في شكل راهبه وهي اللي خلت الاطفال للنفق. درورو قررت تصحي سكان القريه، اما هيكمارو رجع تاني للبيت علشان يواجه سابامي. درورو بتقول لسكان القريه انهم كانوا بياكلوا اولادهم للشيطان، وبتقول لهم لازم يجهزوا اسلحتهم عشان يحاربوهم ويقضوا عليهم كمان. في الناحيه التانيه هيكمارو بيغلب سابامي وبيحاول يصحي ضميره علشان يتخلى عن زوجته الشيطانة. وقبل ما سابامي يرد عليه، الشيطان بيطعنهم في ظهرهم هما الاتنين. سابامي بيموت، بس هيكمارو بيسحب سيفه وبيقوم عشان يحارب الشيطان. زوجة سابامي بتتحول لطائر غريب وبتهرب من البيت وبتحاول تطير بعيد، بس روح الأطفال اللي قتلتهم بيرجعوها تاني للأرض. وهيكمارو بيقضي عليها. بعد شوية من موت الوحش، هيكمارو بيقع على الأرض وبيرجع من بطنه كبده القديم لأنه استرد كبده الجديد من الوحش. سكان القرية افتكروا إن هيكمارو هو كمان وحش، عشان كده طردوهم من القرية. بعد أيام هيكمارو قتل وحش شجرة الكرز عشان يرجع ودانه، وبعدها دبح سهلية عملاقة بمساعدة درورو ورجع حنجرته. بعد كده هيكمارو بيحارب وحش له أجنحة زي الطيور كده وهو بيحارب الشيطان وبيقاوم هجومه. درورو بتساعده وبتوقع صخرة كبيرة على الوحش، بسبب اللي عملته الوحش طلع يجري وراها، بس هيكمارو هاجمه بسرعة عشان يجذب انتباه الشيطان ناحيته. الشيطان بيطير ناحية هيكمارو عشان يهاجمه من ظهره، بس هيكمارو بيلف بسرعة وبيضربه بسيفه. قبل ما الشيطان يموت عرف ان هيكمارو هو ابن دايجو، قاله ان الشخص اللي المفروض يكون متعصب منه هو والده. هيكمارو كده رجعت له دراعه اليمين. درورو قالت له ان امالها خاب وكانت فاكر ان دي الدراع اللي فيها سيف الانتقام. بعد كده درورو وكمارو بيكملوا رحلتهم وبيقابلوا منطقة كانت هي الحدود اللي بتقسم مملكة كانياما عن مملكة دايجو. لما درورو شافت قلعة دايجو من بعيد، قالت لهيكمارو انها ناوية تقتل دايجو وعشيرته كلها، وقالت له ان دايجو ضرب والدها بالسهام لما حاولوا يوقفوا في وش جيشه، وانها هربت هي والدتها للغابة. والدتها طلبت منها تعيش على انها راجل عشان تحمي نفسها،
وبعد فترة قليلة من هروبهم والدتها ماتت وسابت دروره واللي بقت لازم تدبر حياتها بنفسها. تاني يوم هيكمارو راح للمدينة علشان يدور على شغل. حاولوا شوية رجالة هجموه في البار بس عدمهم العافية وعلم عليهم كلهم. كان في راجل اسمه تاهامارو اعجب بمهارات هيكمارو في الفنون القتالية عشان كده عرض عليه يشتغل معاه. لما وصلوا للقلعة هيكمارو بيطلع ابن دايجو. تاهامارو بيسأل هيكمارو عن رأيه في والده بس هيكمارو ما بيردش عليه. تاهامارو بيقوله انه ناوي يورث عرش والده ويوقف الحرب للأبد بين المملكتين ويوحد الأرض. وهم في طريقهم لغرفة دايجو قابلوا بالصدفة والدة تاهامارو اسمها يوري. قدم لها هيكمارو وقال لها انه موظف جديد بس يوري تتعرف على علامة على هدوم هيكمارو. حاولت تلمسه وبتسأله هو جاب اللبس ده منين. لما هيكمارو بيمسك ايدها بيشوف ذكرياتها عن الوقت اللي اتخلت فيه عن ابنها عند النهر. دايجو كان عايز يقتل الطفل بس يوري ترجته انه يسيب ابنهم يعيش. يوري هنا بتعرف ان هيكمارو ابنها وبتبدأ تشاور عليه باسم تاهامارو. لما هيكمارو بيحاول يمشي تاهامارو بيلحقه وبيحاول يمنعه وبيهدده بالسيف بس هيكمارو بيضربه في بطنه. بعد كده يوري بتقول لدايجو ان ابنهم اللي سابوه كبر دلوقتي ووصل ليهم وبتندم انها سمت ابنهم التاني تاهامارو بنفس اسم ابنهم اللي سابوه. دايجو بيرفض يصدق كلامها لانه مش مقتنع ان ابنهم هيكون لسه عايش بعد كل السنين دي. بس في الوقت ده بيكون تاهامارو واقف بره الغرفة وبيسمع كلامهم كله. لما هيكمارو بيقابل دروره بعد كده بيقول لها انهم ما بقاش ينفعوا يفضلوا مع بعض لانه طلع ابن دايجو. دروره رفضت تصدقه عشان كده طلب منها تلمس ايده علشان يخليها تشوف اللي شافه في القلعة. بعدها دروره ضربته بالسكينة في قلبه عشان تنتقم لموت اهلها بس هيكمارو ما حصلوش حاجة وقال لها انه لسه ما رجعش قلبه الحقيقي. فجأة بيبا ظهر وقال لهم عن الليلة اللي دايجو عمل فيها الصفقة مع الشياطين. هيكمارو قال لهم انه عايز ينتقم من دايجو. دروره قالت له انه هيبقى اكبر غلط في حياته لو قتل والده. بيبا بينصح دروره انها تتخلى هي كمان عن خطتها للانتقام لاهلها لكن البنت بتقول له ان دم اهلها مش هيروح حاضر وانها لازم تاخد بطرها وتموت دايجو. لما هيكمارو بيكون قاعد جنب النهر بيقرب منه كلب شيطاني من ورا ولما هيكمارو بيهاجمه بيظهر كلب تاني وبيعضه في دراعه اليمين. بعد ما سابوه واحد من الكلاب بيقول انه حاسس بألم في دراعه علشان ده لحمه ودمه الحقيقي. الكلب بيتريق عليه وبيقوله انه مش هيكسب حاجة لما يكمل جسمه الحقيقي لان اهله اصلا مش قابلينه. بعد ما هيكمارو بيقتل الكلبين بترجع لعينيه الحقيقية ويشوف دروره لاول مرة. دروره بترمي السيف من ايديها وبتقوله انها خلاص مش هتسعى للانتقام من تاني وبتقوله يعمل كده هو كمان ويعيش حياته. تاني يوم دايجو كان واقف بيقول لنفسه سيطرة على العالم دي بتاخد وقت طويل قوي. فجأة بيظهر شيطانه وبيقوله ان العالم كله في ايده بس ابنه هو اللي واقف في طريقه. دايجو خايف ان ابنه يهدد مستقبل مملكته وخرج من القلعة علشان يواجه هيكمارو بنفسه. في الوقت ده هيكمارو ودرورو كانوا واقفين على الحدود ومستمتعين بالمناظر الطبيعية هناك. فجأة تاهامارو ورجالته ضربوا عليهم بالمدافع. دروره قررت تحاربهم بس بيبا مسكها. بعد شوية تاهامارو بيقرب من هيكمارو وبيقوله انه لازم يموت لان مفيش مكان غير لواحد بس منهم. بعدها بدأ الجنود يحاربوا هيكمارو وكمان تاهامارو هجم على هيكمارو بيحاولوا يضربوا هيكمارو بسيوفهم. في نفس الوقت هيكمارو اتفرد ضربة وضربوا بعض وماتوا. التالت ضرب هيكمارو بس صد الضربة وكسر له سيفه. والدتهم وصلت على الحصان لقت السيف اللي اتكسر داخل فرقة ابنها تاهامارو ومات. ووصل دايجو عشان يقتل هيكمارو لكن يوري وقفت في طريقه عشان تدافع عن ابنها بس دايجو اتضايق عشان كده ضرب يوري بسيفه وقتلها. هيكمارو كان واقف مصدوم من موت والدته راح يحارب دايجو رغم ان دورورو حاولت تمنعه. لما هيكمارو قدر يضربه في بطنه دايجو سأله ازاي بقى عنده جسم من تاني. هيكمارو قاله ان الساحر اللي رباه هو اللي عمل كل ده. دايجو بكبرياء قاله انه مش ندمان على اللي عمله لان عشيرتهم كلها كانت هتتباد لو ما عملش الصفقة دي. دايجو هاجمه مرة تانية بس هيكمارو هزمه وقعه على الارض ويمنع نفسه انه يقتله وبيسيبه ويمشي وبيقول له انه يبني العالم المثالي اللي كان تاهامارو عايزه قبل ما يموت. فجأة في شيطان استولى على جسم تاهامارو وعرض عليه يرجعه للحياة تاني مقابل جسم دايجو. هيكمارو حذر دايجو وقال له ان الشيطان لو استولى على جسمك هتبقى كارثة على المملكة. بس دايجو قرر يسلم جسمه للشياطين عشان ينقذ ابنه. هنا تاهامارو رجع للحياة مرة تانية بمجرد ما الشيطان استولى على جسم دايجو. الشيطان بيحاول يرجع للقلعة بس دايجو بيقدر يسيطر على جسمه مرة تانية وبيقتل نفسه. لما الشيطان بيرجع يسيطر على دايجو ويجري بالحصان هيكمارو بيقدر يقتله بسيف الانتقام. لما دايجو كان بيموت قال لتاهامارو يمسك العرش ويبقى هو الحاكم الجديد للمملكة. دروره طلبت من دايجو انه يعتذر لهيكمارو
لكنه رفض وبيقول لها تهتم بهيكماره. بعد ما جسمه دايجو بينفجر وبتحول لتراب، هيكماره بيرجع له قلبه الحقيقي. الجنود صوبوا سهامهم ناحية هيكماره، بس تهامارو قال لهم ينزلوا أسلحتهم. بعد ما هيكمارو خرج قلبه القديم بيقول له انه للأسف الوجع اللي في قلبه مش هيروح. تهامارو بيطلب من هيكمارو ان هو يبقى الحاكم الجديد، بس هيكمارو قال لأخون لسه عايز يقتل باقي الشياطين. تهامارو قال له انه هيستناه يخلص خطته ومكانه محفوظ لانه شايف ان هو الحاكم الشرعي للمملكة. بعد كده هيكمارو بيروح على الحدود وبقابل درورو، لما بتشوفه بتحاول تمسك دموعها بس في الاخر بتبكي زي الاطفال. هيكمارو بيروح عشان يحضنها، وهوب درورو بتقوم ضربها تحت الحزام وبتجري، وهي بتضحك وبتقول له بقى خلي بالك من اشيائك. يروحوا ناحيه البحر ويشوفوا البحر لاول مره، وهنا بيكون خلص فيلمنا. وشكرا على المشاهده، واشوفكم مع فيلم جديد.